بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هنتكلم المالك عايز ايه وايه المتطلبات بتاعت المالك. تخيل ان انت بتعمل شقة بتاعتك وجبت واحد شاطر جدا وبيعرف يعمل الاساس، تمام، وقعد عمل الاساس، وبعد ما عمله ودخلت انت الشقة، كنت انت مسافر فجيت لقيته عمل حاجة مش عاجباك. هو عمل مثلا الوان انت متحبش الالوان ديت، وعمل حاجات هو عملها قبل كده في فيلا لواحد تاني وعجبته جدا، بس هو الراجل مفاجئ ان هي ما عجبتكش، لان هي الحاجه دي تناسب الفيلا ما تناسبش الشقه بتاعتك وما تناسبش ذوقك، وعامل لك كراسي الجوانب بتاعتها عريضه فواخد مساحه الشقه، ودي غير مناسبه ليك، والالوان غير مناسبه ليك، ونوعيه الخشب غير مناسبه ليك. فهو عمل لك حاجه مناسبه ليه هو او مناسبه لحد تاني، بس ليك انت مش مناسبه. فيبقى هو كده سلم حاجه صح ولا حاجه غلط؟ اكيد غلط. لذلك لازم لما تيجي تعمل البيم بقى ما تقعش في الغلطه ديت، وتبقى عارف المالك عايز ايه بالظبط، تمام. تقعد كده بروقان معاه تقول له والله الوضع كذا كذا كذا. طب بقعد معاه امتى؟ بقعد معاه في اول المشروع، قبل ما ابدا اعمل اي حاجه في المشروع لازم اقعد معاه ونكتب ورقه اللي هي Employer Information Requirements، اللي هي المطالبات بتاعته. بيقول لي 1 2 3 انا عايز معايا كذا كذا كذا، قبل ما اعمل الموديل وقبل ما امضي العقد. لا همضي العقد عليه، همضي على انا خدت مشروع على الهوا، ما لازم يكون انا عارف هو عايز ايه. بعد ما يكتب كل اللي هو عايزه وانا اقول له ده ينفع ده ما ينفعش، طب هنتفق ازاي، طب كذا. بعد كده دي المتطلبات بتاعته. فانا بقعد مع الفريق بتاعي، وبعد كده بقعد مع الملك تاني اقول له هنعمل حاجه اسمها بيم اكستوشن بلان، دي خطه مبدئيه لكيفيه الشغل وايه اللي انا هسلمه لك وايه الحاجات والحاجات دي كلها، تمام. خلاص خدنا العقد، تمام. بعمل حاجه اسمها ماستر انفورميشن ديليفري بلان، ام اي دي بي، يعني بكتب بالتفصيل كل مرحله من مراحل المشروع هسلمك ايه، والال او دي اللي هو المستوى التفصيلي اللي موجوده فيها هتبقى قد ايه، والمرحله الاولى هديك كذا، المرحله اللي بعدها هديك كذا. يعني في لسه بنصمم، لسه بنناقش، لسه بنعمل ديزاين، فهديك كذا. بعد كده بدات في التصميم، البيلدنج هيبقى كذا، بتقفل المشروع وهاند اوفر وكلوز اوت هيبقى وصل لك كذا. المهم في الاخر اخر المشروع هديك الملفات الدوكيومنتيشن، نان جرافيك داتا، البيانات اللي هي اللي مش مجسمه، والجرافيكال الموديل، بحيث تبدا تشتغل بالحاجات دي كلها. ده اللي هو في الجزء اللي هو اسيست انفورميشن موديل، اللي هو الموديل اللي هتشتغل بيه في تشغيل المبنى. تشغيل المبنى بيستعمل نظام اسمه البي ام اس، بيلدينج مانجمنت سيستم. فبيبقى لما يبقى في موديل 3 دي ومعمول بيم بيسهل عليه كتير جدا في التشغيل. ممكن مالك يجي لي يقول لي انا المبنى بتاعي خلاص اتبنى، بس انا عايز الموديل ده يبقى بيم ويبقى 3 دي بحيث اقدر استعين بيه وابقى عارف المشاكل فين. الميزه فيه ايه؟ ان اي عطل يحصل اعرف على طول بفرض واتحكم فيه. بفرض مثلا ان انا عندي فندق فيه مثلا 100 غرفه، ما استناش العميل اللي اتصل بيه يقول له تكييف بايظ، ده اول ما يبوظ يجي لي رساله يقول لي ده في رساله. وممكن يبقى في بعض الحاجات بيبقى سهل ان انا اصلحها من خلال الكمبيوتر، يعني مثلا الراوتر زي ما كل ما تصيب بتدي داتا يقول لك اقفل الراوتر افتحه تاني. طب خلاص، طب انا ادوس على الزرار وافتحه تاني وانا من على اللابتوب او من الموبايل، فخلاص خلصت، فحليت مشكله من ضمن المشاكل اللي كانت كل شويه الراجل يتصل بيا ويقول ده في مشكله والحاجات دي كلها. لا خلاص، من خلال ان انا عندي الموديل عملته بيم قدرت استفاد، تمام. بنبقى متفقين الملفات مين اللي يقدر يشوفها، طب الملفات مين اللي ليه صلاحيه انه يدخل عليها، بنبدأ نتفق مع بعض، وفي أكواد بيبقى موجودة وفي اتفاقات. المهم يبقى في ورقة ممضية ومعروف المالك عايز إيه، ما نبقاش شغالين في الآخر نفاجأ إن المالك عايز حاجة غير اللي إحنا بنعملها خالص. فلازم يبقى في وضوح، لازم لو مش في أي حاجة المالك مثلا طالب حاجة هو مش هيستفاد منها، أنبهه أقول له لا الحاجة دي مش هتفيدك، أقول له البيم ممكن يعمل لي مثلا 15 حاجة دول، شوف ايه اللي انت محتاجه وارشده، وهو لو عايز حاجة خلاص بعد ما شرحت له خلاص اللي هو عايزه طبعا هنعمله، تمام. طيب خلينا عارفين احنا رايحين فين وهنروح ازاي، ايه الحاجة اللي هتسهل علينا ان احنا نديله الموديل اللي هو عايزه، نحقق له الحاجات اللي هو عايزها. طيب ايه الحاجات الأساسية اللي المفروض تبقى موجودة في الوثيقة دي اللي هي الـ Employer Information Requirement؟ بنقدر نقسمها لثلاث حاجات. حاجات تقنية تكنيكال، اللي هي مثلا هنشتغل بقى سوفت وير، الداتا اكسشينج فورمات، الملفات هتتبادل عن طريق ايه، تمام. يعني هل هنتبادل الداتا اكسشينج فورمات دي مثلا
بي دي اف ولا دي اكس اف ولا دي دبليو جي ولا ار في تي، برضو الكوردينيشن، الليفل اوف ديتيلز، كل الحاجات دي تكنيكال. تمام، في جزء تاني اللي هو المانجمنت، الاداره، ايه الحاجات الستاندرد اللي هنشتغل بيها، ايه المسؤوليه، كل واحد مسؤول عن ايه، السكيورتي، هل مثلا نحط حاجات على النت؟ ممكن يقول لي لا انا مش هحط اي حاجه على النت لان حد ممكن يوصل ليها، هنعمل شبكه خاصه بينا، هنتنقل عن طريق ايه، الكوردينيشن اند كلاش ديتكشن بروسيس، هنعمل الكلاش ديتكشن كل قد ايه، الهيلث اند سيفتي، السيستم اللي هنشتغل عليه، بنبدا نحط الحاجات اللي هي هتدير المشروع. بعد كده اخر جزء في الاي اي ار اللي هو الكوميرشال، تمام، اللي هو هنعرف البيم وهنعرف البروجكت ديليفربول، يعني هسلمك ايه امتى، بحدد تواريخ تسليمات كل حاجة فيهم، الاستراتيجيات بتاع المتوقعة من العميل هتبقى امتى وازاي، الحاجات ديت لازم كلها في قلب الورقة بتاعت الـ Employer Information Modeling. بيبقى كاتب مثلا الجزء التكنيكال، السوفت وير هنشتغل بكذا وكذا وكذا وكذا، ايه البرامج اللي هنشتغل بيها، المعمار هيشتغل بايه، الانشاء هيشتغل بايه، الحاجات دي كلها لازم يكون في كل البروجكت تيم في المشروع كلهم لهم صلاحية ويقدروا يتوصلوا ليها. طيب هل في اكواد او كتب تقدر تسهل عليا ان انا ابص وافتح واشوف ايه الحاجات ديت؟ اه، في طبعا اكواد كتيره، في الامريكي وفي البريطاني والسنغافوري، تقريبا كل البلاد ليها عامله زي كود كده خاص بيها. انا شخصيا بفضل البريطاني اللي هو البي اس 1192 اللي هو بابليكلي افيلابل سبيسيفيكيشن، بحس ان هو يعني انا عموما في كل المجالات لو بريطاني وامريكا بفضل البريطاني. تمام، كان في واحد اتعمل سنه 2007 ده كان بيدعم الكات، بعد كده اتعمل واحد في 2013 بيدعم البيم، هتلاقي في بعض الاضافات عن العادي. ولو انت فاكرين احنا كنا بنتكلم عن ليفل واحد وليفل اتنين وليفل تلاتة في البيم، ليفل اتنين هو بيشتغل بالكود بي اس 1192 الجزء التاني والجزء التالت والجزء الرابع والجزء الخامس. تمام، ان شاء الله نحاول ناخد نبذة كده عن كل كتاب فيهم في مرة من المرات. الكتب سهلة وبسيطة ويمكن احنا اتكلمنا عنها قبل كده سواء فيديو او في مجلة بيم ارابيا، ولقاء اخر ان شاء الله.